السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل، نكمل معكم محاضرات التخطيط. راح ناخذ اكزامبل ثاني ايضا يخص طريقة الكروس كلاسيفيكيشن. طبعا هذا الاكزامبل هو عكس الاكزامبل السابق. الاكزامبل السابق الداتا احنا صنفناها ومن ثم رسمنا الكيرفات الخاصة بالطريقة. هنا بالعكس، هنا هو حينطيني الكيرفات جاهزة، لازم اني اجي استخلص من هاي الكيرفات وارجع اسوي ماتريكس، ومن ثم من خلال هاي الماتريكس استخرج الريزلت اللي يريدها بالسؤال. راح نشوف هنا شوي، حاولوا تركزون بهذا السؤال حتى تفتهمون الطريقة. Example 2 Computing trips generated in suburban zone. حساب الرحلات المتولدة بزون هو suburban. Consider a zone that is located in suburban area of the city. The population and income data for the zone are as follows. عندي يقول يعتبر زون موجود بمنطقة suburban area بمدينة. عندي معلومات تخص population والincome لهذا الزون وهي كالتالي: عدد الوحدات السكنية، عدد الوحدات السكنية هي 60 وحدة سكنية. Average income per dwelling unit، معدل الدخل للوحدة السكنية تقريبا 44,000 دولار. Determine the number of trips per day generated in this zone for each trip purpose. طبعا يريد عدد الرحلات المتولدة لهذا الزون لكل غرض رحلة، لكل trip purpose. Assuming that the characteristic depicted in figures through من هذا الفيجرز اللي هو 12-2 إلى 12-5 apply in this situation. هنا أنا منطيني في ثلاث أشكال فيجرات هي تابعة للسؤال، يعني هاي الفيجرات اللي نشوفها هنا، هاي الفيجرات هي موجودة ضمن السؤال، هاي الفيجرات تكون معطاة ضمن السؤال. احنا المفروض نفتهم هاي الاشكال ونحاول نستخلص الداتا اللي على اساسها راح نستخرج الريزلت، نتائج اللي هي المطلوبة، عدد الرحلات المتولدة لهذا الزون. Solution الحل. The problem is solved in 4 basic steps. راح نجي نحل المشكلة على اساس 4 خطوات رئيسية. نشوف هنا أول شيء خلينا نفتهم الفقرات الأشكال. هذا الشكل الأول هو علاقة بين، شوفوا X وبين Y. X هو شنو؟ طبعا أول ما تجون تقون السؤال حاولوا تفتهمون الشكل المعطى بالسؤال. فنشوف هسه احنا هذا الشكل خلينا نريد نفتهم من عنده شنو معطى. معطى محور X يمثل لي معدل الانكم لكل زون، معدل الانكم average zone income. ومحور واي يمثل لي الهاوسهولد ان كاتيجوري، يعني كل زون ايش قد بي عدد الوحدات السكنيه اعتمادا على شنو مصنفه. هنا نشوف التصنيف، اكو عندي اعداد اكثر من كيرف، مصنف اعتمادا على الانكم، يعني هل هو هاي او ميديوم او لو. فمصنف كل زون حسب الانكم اذا هاي او ميديوم او لو. هاي العلاقه الاولى. فإذا العلاقة الأولى هي average zonal income، average zonal income versus household in income category، لكل وحدات سكنية، لكل صنف، لكل صنف أو لكل فئة income. نشوف الشكل الثاني. الشكل الثاني دا ينطيني، طبعا أول ما أشوف الشكل أروح أباوع ال X وأباوع محور ال Y، أشوف شنو العلاقة. محور X هنا هو income، محور واي هنا هو هاوسهولد، نسبة الهاوسهولد. شوفوا هنا اكو نسبة، يعني عدد الوحدات السكنية نسبة. فاكو علاقة بين الانكم، بين الدخل، وبين الهاوسهولد، نسبة الوحدات السكنية، مصنفة حسب شنو. شوفوا هنا داخل الفيجر اكو اكثر من كيرف، مصنفة حسب شنو؟ مصنفة حسب الكار، يعني هنا عندي الوحدات السكنية اللي تمتلك 2 سيارة أو تمتلك 1 سيارة أو تمتلك أو لا تمتلك أي سيارة، صفر الأوتو. فالتصنيف هنا تبعا لعدد السيارات المركبات اللي تمتلكها الوحدة السكنية. فهاوسهولد باي أوتوموبيل أونرشيب أند إنكم كاتيجوري، العلاقة بين الإنكم والهاوسهولد وتصنيفها حسب فئات امتلاك السيارة. نيجي نشوف الشكل الثالث. الشكل الثالث هو
علاقة أيضا بين محور X هو الانكم ومحور Y هو number of trips per household. Number of trips per household عدد الرحلات لكل household. Number of trips عدد الرحلات لكل وحدة سكنية. فالعلاقة هي بين الدخل وبين عدد الرحلات لكل وحدة سكنية. مصنفة حسب شنو؟ مصنفة حسب امتلاك المركبة. يعني أما 0-1 أو 0-2 أو 1-2 مركبة. الشكل الأخير قلنا كلها هاي معطاة. الشكل الأخير العلاقة بين أيضا الانكم وبين number of trips. انكم الدخل وبين الرحلات نسبة الرحلات. نسبة الرحلات شوفوا منشوف أكو نسبة يعني نسبة الرحلات. مصنفة حسب شنو؟ مصنفة حسب الغرض من الرحلة. نشوف هنا كل كيرف هو غرض من الرحلة. هذا الكيرف يمثل لي home based other. home based other رحلة. بينما هذا الكيرف يمثل لي non home based. هذا الكيرف يمثل لي home based work حسب الغرض من الرحلة. فأني هسه افتهمت كل شكل شنو العلاقة يمثل لي. هسه احنا نريد نجي نحل السؤال. فحل السؤال مجرد أني أستخدم الكيلوات وأسقط. يعني إحنا بالسؤال هنا قال لي معدل الدخل للوحدة السكنية هو 44,000 وحدة 44,000 دولار. فنجي نستخدم الشكل الأول. هذا الشكل الأول اللي هو العلاقة بين الزون إنكم وبين نسبة الهاوسولد. نريد نشوف هذا الزون اللي معدل الإنكم إلى 44,000 دولار إيش قد بي عدد وحدات سكنية. فأجي أسقط أخلي هنا على محور الأكس أسقط أخلي 44,000 دولار ومن ثم أصعد عمودي ومن ثم أتجه أفقي. فنشوف هنا تقاطع الخط العمودي مع أي كيرف من هاي الكيرفات الموجودة راح يطلع لي نسبة الوحدات السكنية. يعني صعدت عمودي تقاطع الخط العمودي مع الكيرف اللي هو جماعة اللو يعني جماعة اللو اللي إنكم لو إنكم جيد راح ينطيني عدد وحدات سكنية يعطيني 9%. يعني عندي عدد الوحدات السكنية اللي دخلها لو منخفض ودخلها لو منخفض هي تقريبا 9% بهذا الزون. إذا أصعد على الكيرف الثاني اللي هو يمثل لي ميديوم طبعا هذا أيضا تقاطع الخط العمودي مع كيرف الميديوم ونتجه أفقي راح تطلع لي نسبة الوحدات السكنية اللي هي داخلها منخفض ميديوم اللي هي إنكم إلها ميديوم بهذا الزون. وأيضا تقاطع الخط العمودي مع الكيرف اللي هو هاي هنا ومن ثم أتجه أفقي راح تطلع لي نسبة الوحدات السكنية الإنكم إلها هاي في هذا الزون. إذا إيش صار عندي هسه؟ صار عندي زون ودا أعرف عدد الوحدات السكنية نسبة عدد الوحدات السكنية حسب الإنكم لو ميديوم هاي. فنشوف هنا ستيب الأولى ستيب نمبر 1 determine the percentage of household in each economic category. نوجد عدد الوحدات السكنية بكل كاتيجوري بكل فئة. These results can be obtained by analysis of seniors data for the area. A typical plot of average zonal income versus income distribution is shown in figure 12-2 اللي هو هذا الفيجر اللي قلنا عليه. هذا الفيجر هو 12-2. For an average zonal income of 44,000 دولار the following distribution is observed. فمن خلال تسقيط القيمة اللي هي 44,000 دولار بالشارت بالفيجر راح نلاحظ انه نقسم هنا هاي الفئات اللي موجودة بالشكل اللي هي low, medium وhigh. هاي نسبة الهاوسولد اللي هو محور واي ايش قد لكل فئة ايش قد بها عدد الوحدات السكنية ايش قد نسبة الوحدات السكنية لكل فئة ايش قد نسبة الوحدات السكنية. فأعيد هنا انه انا عندي هذا الشكل هو علاقة بين الزون انكم وبين الهاوسولد نسبة الهاوسولد. وانا عندي فئات هنا فئات الانكم اللي هي هاي وميديوم ولو. انا عندي الدخل الزون انكم دخل اوج معدل الزون انكم منطيني 44,000 دولار. فمجرد اخلي القيمة على محور اكس ومن ثم اتجه عمودي تقاطع هذا الخط العمودي مع اي كيرف اللي يمثل لهاي الفئات
مع أي كيرف من هاي الكيرفات واتجه أفقي راح تطلع لي نسبة الوحدات السكنية حسب كل فئة. هنا الفئات عندي هاي وميديوم ولو انكم، فراح إذا سقط على محور اللو راح تطلع لي عدد الفئات عدد الوحدات السكنية للفئة لو انكم. إذا أسقط على الميديوم كيرف فراح تطلع لي عدد الوحدات السكنية للميديوم إنكم وكذلك بالنسبة للهاي إنكم. هاي الخطوة رقم واحد إنه أنا طلعت شكو وحدات سكنية موجودة بهذا الزون لحسب الإنكم كاتيجوري اللي هي هاي وميديوم ولو. هاي هي الخطوة رقم واحد مثل ما دا نشوفه. نجي هسه على ستيب رقم 2. الستيب رقم 2 determine the distribution of auto ownership per household for each income category. هسه راح نجي نوجد توزيع الاوتو اونرشيب، توزيع امتلاك المركبة لكل وحدة سكنية حسب فئة الانكم. A typical curve showing percent of household at each income level that own 0 or 1 or 2 auto، يعني الوحدات السكنية اللي تمتلك ولا مركبة او مركبة او مركبتين موجودة بالفيجر 12-3. فنجي على الفيجر 12-3. الفيجر 12-3 مثل ما نشوف هنا هي علاقة بين المحور X الانكم، محور Y هو نسبة الهاوسهولد، والفئات هنا عندي هي 0 أو 1 أو 2 أوتو. فنجي هسه هنا أنا هسه أريد أعرف عدد المركبات لكل فئة انكم، لكل فئة انكم. أنا عندي 3 فئات انكم، ثلاثة فئات إنكم، فعندي فئة اللو وعندي فئة الميديوم وعندي فئة الهاي إنكم. أريد أشوف فئة اللو جماعة السكان الوحدات السكنية اللي هي دخلها منخفض إيش قد تمتلك مركبات. فنيجي هنا عن طريق هذا الشكل راح أعرف أني هاي القيمة هاي النتائج. عندي لو نحدد اللو إنكم وأصعد خط عمودي، ومن ثم تقاطع هذا الخط العمودي مع أي كيرف من هاي الكيرفات اللي متمثل لي فئات امتلاك المركبة. يعني أنا هسه هاي اللو جيت هسه مع خط اللي هو يمثل لي تو أوتو، امتلاك التو أوتو اللي هو تو مركبة. تقاطع هذا اللو مع التو مركبة نتجه أفقي راح يطلع لي نسبة الوحدات السكنية اللي هي فئة لو إنكم وتمتلك 2 مركبة. نسبة الوحدات السكنية اللي هي low income وتمتلك 2 مركبة جيد هي نسقطها 4%. نفسي أنا بعدني بالفئة low. بالفئة low راح أجي على الخط أبو اللي يمثل لي 1 أوتو، الفئة المركبات اللي هي تمتلك 1 مركبة. تقاطع هذا الخط العمودي مع الكيرف اللي يمثل لي امتلاك 1 مركبة واتجه افقي راح يطلع لي نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك 1 مركبة. وكذلك الحال مع الزيرو مركبة، الزيرو اوتو، هذا الخط هو الزيرو اوتو نشوفه، هذا هو ايضا اللو الخط العمودي تقاطعه مع خط اللي هو الزيرو اوتو ونتج أفقي راح يطلع لي عدد الوحدات نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك 0 مركبة. فنجي هنا نشوف راح نسوي مثل الماتريكس، يعني هنا راح نسوي مثل الماتريكس مثل ما نشوف هنا نسوي إنكم، هاي الفئة إنكم وهاي الفئة الأوتو اللي بداخل الماتريكس هاي تمثل لي نسبة الوحدات السكنية. يعني هنا هذا الاكس هو الانكم، هذا الفئات اللي هي اوتو هاوسهولد. هنا القيم اللي بداخل الماتريكس هي قيمة واي اللي هي نسبة الوحدات السكنية. فاحنا قلنا لو فئة لو فئة لو قلنا هاي الفئة لو ايش قد تمتلك مركبات ايش قد تمتلك مركبات اللي جماعة عندهم 2 مركبة. قلنا حسب الشكل ما سقطناها هنا، حسب الشكل من سقطنا طلعت فئة الاثنين اوتو، هذا 2 اوتو الكيرف. تقاطع الخط مع 2 اوتو اتجه افقي راح يطلع لي 4%. فهاي 4% مثل ما تشوفون هي موجودة هنا اللي هي جماعة نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك 2 مركبة وهي الانكم الها لو. زين
إيش قد نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك مركبة واحدة والإنكم إلها لو؟ طلعت 42. فنيجي نشوف هنا اللو مع الواحد أوتو، هذا خط الواحد أوتو، هذا خط الواحد أوتو، تقاطع الخط مع خط الواحد أوتو والتجه أفقي يطلع لي نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك مركبة واحدة وهي الإنكم إلها لو. فحتظهر عندي مثل الماتريكس نشوف هنا، وأيضا هاي بالنسبة للصفر أوتو، هذا اللي هو يعني استخرجناه من تقاطع الخط اللي هو للو مع باقي الفئات. نفس الحال بالنسبة لباقي الفئات، نفس الحال بالنسبة للفئة ميديوم والفئة هاي، نفس الكلام. طيب بعد أن استخرجنا هسه هاي الماتريكس، هاي الماتريكس اللي تمثل لي عدد الوحدات السكنية حسب الانكم كاتيجوري وحسب الاوتو بالهاوسورد كاتيجوري، نشوف هنا تيبل، هذا هو التيبل بلو، تيبل شوز ذات 58% 58% هاي القيمة اوف ميديوم انكم فاميلي، عندي نسبة 58% من الانكم الهم هم منخفض يعني متوسط، الانكم الهم متوسط، عدد نسبة الوحدات السكنية هي 58% والانكم الهم متوسط on one auto bill household، تمتلك وحدة تمتلك مركبة واحدة فقط. Also from the previous step we know that a zone with an average income of $44,000 contain 40% of household in the medium income category. احنا يقول عندنا نسبة من جينا هنا بالفقرة بالستب رقم واحد، استخرجنا بالستب رقم واحد استخرجنا عدد نسبة الوحدات السكنية اللي هي الانكم الها medium كانت شقد، كانت 40%. بالستب رقم واحد استخرجنا نسبة الوحدات السكنية للزون كاملة اللي هي الانكم الها ميديوم ايش قد كانت؟ كانت 40%. زين هاي 40% اذا اجي اضربها ب الوحدات السكنية اللي هي الكلية 60 وحدة سكنية بالزون، فستين في 40% راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي هي الانكم الها متوسط ميديوم، أضربها في النسبة اللي هي هاي 58% اللي هي هنا اللي هي ميديوم وتمتلك واحد مركبة، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي هي الانكم ميديوم وإلها تمتلك مركبة واحدة فقط. يعني حنشوف إنه من أضرب النسبة 58% في النسبة الكلية لعدد الوحدات السكنية اللي هي الانكم اللي هي الانكم الها ميديوم في عدد الوحدات الكلية الموجودة بالسؤال المعطى بالسؤال اللي هي 60 وحدة سكنية، شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي عدد الوحدات السكنية اللي هي انكم الها ميديوم وتمتلك مركبة واحدة، يعني 60 هي عدد الوحدات الكلية بالزون، نضربها في 40% اللي هي نسبة الوحدات السكنية اللي هي تمتلك medium income، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي هي تمتلك دخل متوسط، أضربها في نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك مركبة واحدة، راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي تمتلك مركبة واحدة والدخل إلها متوسط اللي هي جكيد، يعني في هاي الفئة جكيد عندي 14 وحدة سكنية تمتلك مركبة واحدة والدخل إلها ميديوم. فإذا هاي ستيب رقم 2، نجي على ستيب رقم 3. هسا نجي على ستيب رقم 3. الستيب رقم 3 determine the number of trip per household per day for each income auto ownership category. هسا راح نجي نوجد عدد الرحلات لكل وحدة سكنية per day لكل income auto ownership category، لكل فئة لincome و auto ownership، لكل فئة راح نوجد عدد الرحلات
number of trips عدد الرحلات. فنيجي نشوف احنا هاي مين نقدر نحصل number of trips موجودة showing the relationship between trip per household والhousehold income والauto ownership موجودة بالفيجر 12-4. نروح على الشكل 12-4 هذا هو الشكل 12-4 نشوف ايضا هي العلاقة بين المحور X الانكم ومحور Y. هنا شوف ننتبه انه محور Y هو دي ينطيني number of trips per household، هاي القيمة هي اللي احنا دريده بالنهاية. السؤال هو دي يريد number of trips، فانتبه على يا شكل ينطيني number of trips. نشوف انه هذا هو الشكل اللي دي ينطيني number of trips per household. فهنا نجي ايضا حيكون تصنيف حسب الانكم وحسب الاوتو، حنطلع number of trips. فهنا أنا عندي اللو، ايضا اللو انكم، اللو انكم مجرد اصعد عمودي، قلنا خط اصعد عمودي، تقاطع الخط العمودي مع اي كيرف واتجه افقي راح ينطيني عدد number of trips لكل household لهاي الفئة اللي احنا دا ناخذها. مثلا لو صعدنا خط عمودي، تقاطع اللو مع خط كيرف اللي هو زيرو اوتو، خط كيرف زيرو اوتو، ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني number of trips per household لهاي الفئة اللي هي زيرو اوتو واللو انكم. نفس الحال تقاطع اللو مع خط كيرف واحد اوتو، مع خط كيرف واحد اوتو ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني number of trips per household لهاي الفئة اللي هي واحد اوتو ولو انكم. ونفس الحال بالنسبة للتو اوتو، ايضا تقاطع الخط العمودي مع الكيرف تو اوتو واتجه افقي راح ينطيني number of trips للفئة تو اوتو ولو انكم. فايضا راح تطلع لي ماتريكس جديدة، نشوف هاي الماتريكس ايضا راح اولدها اني من نتيجة الشكل، من الشكل يعني اني راح استخلص هاي الماتريكس. هاي الماتريكس شنو هي؟ هي علاقة بين الانكم اللي هو محور اكس والفئات اللي هي الاوتو بير هاوسهولد، والقيم اللي موجودة هنا بالماتريكس شو تمثل لي؟ تمثل لي number of trips عدد الرحلات، الرحلة number of trips تمثل لي. فنشوف هنا بالنسبة لللو مع زيرو اوتو number of trips هي واحد، بالنسبة لللو مع واحد اوتو هي ستة. القيم هاي مين استخرجناها؟ استخرجناها من هذا الشكل، تقاطع مع الكيرف ومن اتجاه افقي راح تطلع لي number of trips. زين هسه اني صارت عندي ماتريكس تخص number of trips، وهاي الماتريكس اللي قبلها شنو؟ هاي الماتريكس اللي قبلها تخص عدد نسبة الوحدات السكنية اللي تمتلك 1 أو 0 أو 2 أوتو. هسه بقى شيء بسيط، مجرد حنضرب ماتريكس بماتريكس ونطلع قيم. The table show that medium income household owning one auto will generate 8 trips per day. يقول لك الميديوم انكم، هسه كل ده يحكي هنا على الميديوم انكم، ده ياخذها كمثال. يقول لك الشكل الميديوم انكم اللي هذا الميديوم انكم اللي يمتلك مركبة واحدة، إيش قد يولد رحلات؟ يولد تقريبا 8 رحلات باليوم، يولد تقريبا 8 number of trips. الثاني أريد أعرف كل زون أو كل فئة إيش قد راح تولد رحلات، كل فئة إيش قد راح تولد رحلات. فمجرد يعني شلون هسه إحنا هنا هسه شلون راح نستخلص عدد الرحلات لكل فئة لكل إنكم؟ أنا عندي عدد الوحدات السكنية هي 60، 60 وحدة سكنية محطة بالسؤال. هنا نشوف أنا عندي 60 وحدة سكنية محطة بالسؤال، هاي 60 أجي أضربها بالجدول الأول اللي طلعته أنا اللي هو أضربها في 9% راح يطلع لي نسبة الوحدات السكنية، عدد الوحدات السكنية اللي هي اللو انكم الدخل إلها منخفض، أضربها في 40% راح تطلع لي عدد الوحدات السكنية الدخل إلها ميديوم، أضربها في 51% راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية الدخل إلها هاي. فهسه خلينا نشتغل على اللو، فنجي أول شي نضرب 60
في 9% شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي هي الانكم إلها منخفض. زين، هاي القيمة 60 في 9 راح أضربها بشنو؟ راح أضربها ب 54%، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية اللي هي الانكم إلها منخفض وتمتلك ولا تمتلك ولا مركبة، أضربها في كم رحلة تولد؟ واحد، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الرحلات number of trips للو انكم للوحدات السكنية اللي هي لو انكم ولا تمتلك ولا مركبة. يعني نشوف هنا بالجدول 60 في 9% في 54%، 54% مين هاي؟ 54% اللي هي ما تمتلك ولا مركبة، الجد نسبتهم 54%، في عدد النمبر اوف تريبس واحد، ايش قد هذولي هاي الفئة ايش قد حتولد رحلات؟ حتولد 3 تريبس. نجي على الفئة اللي بعدها، هسه انا قلنا 60 في 9 راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية الانكم الها منخفض، في 42%، 42% شو راح يطلع لي؟ عدد الوحدات السكنية اللي دخلها انكم لو وتمتلك مركبة واحدة، في 6. ليش 6؟ عدد هاي number of trips اللي income إلها لو وتمتلك مركبة واحدة، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد ال number of trips، شوفوا 60 في 9% في 42% 42% اللي هي هاي القيمة، في 6% اللي هي هاي القيمة، شو راح يطلع لي؟ 60 في 9% في 42% في number of trips، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 14 trips. هاي الفئة اللي هي الانكم إلها لو وتمتلك مركبة واحدة، جد عدد النمبر اوف تريبس إلها 14. هسا نكمل على اللو، اللو عندي 60 في 9 في 4%، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الوحدات السكنية الانكم إلها لو وتمتلك مركبتين، في 7 في 7 معناته شنو؟ صارت عندي number of trips للوحدات السكنية اللي هي income إلها لو وتمتلك مركبتين. فنشوف هنا 60 في 9 في 4% في 7 يطلع لي 2 trips. فإذا الفئة اللي هي لو ومركبتين تقريبا تولد لي 2 رحلات. مجموع هاي الرحلات 3 زائد 2 = 5 زائد 4 يطلع لي 19 رحلة. إذا جماعة اللو إنكم إيش قد يولدون تقريبا رحلة number of trips؟ إيش قد تقريبا يولدون؟ تقريبا يولدون 19 trips. نفس الكلام ينطبق على الميديوم وينطبق على الهاي. إذن the calculation are shown in table 12.6، هاي الحسابات موجودة بهذا الجدول. For a zone with 16 households and an average income of $44,000, the number of trips generated is 660 auto trips per day. بعد إنه طلعنا number of trips للlow income وللmedium income وللhigh income نجمعهم كلهم، راح يطلع لي number of trips المتولدة لهذا الزون اللي تتولد لهذا الزون. فنشوف هنا هسه هو يريد بالسؤال يريد ايضا تصنيف الرحلات حسب الغرض، يعني احنا هسه طلعنا عدد الرحلات الكلية لهذا الزون، لكن بالسؤال مطلوب تصنيف التريبس حسب الغرض. Determine the percentage of a trip by trip per bus. As a final step, we can calculate the number of trips that are home-based work, home-based other, and non-home-based work. If these percentage are، فنيجي عن طريق الشكل 12.5 نستنتج هاي القيم. 12.5 الشكل، الشكل 12.5 اللي هو هذا التصنيف حسب الغرض من الرحلة. هنا شنو العلاقة بين الانكم لو ميديوم وهاي وبين نسبة الرحلات؟ فنشوف نفس الحال، لو خط عمودي وتقاطع الخط العمودي مع اي كيرف ينطيني نسبة الرحلات لأي غرض. هنا حنطلع قيم، حنطلع قيم، هاي القيم نجي نضربها بوحدة بنمبر اوف تريبس لكل فئة اللو أو ميديوم أو هاي. فنجي نشوف هنا
يقول if this percentage هاي للميديوم، طبعا هو هنا دا يشتغل كله على الميديوم، دا يوضح لنا الميديوم. الميديوم انكم من الشكل طلعنا انه نسبة الرحلات للهوم بيسد ورك هي 17، للهوم بيسد اذر هي 51، والنون هوم بيسد هي 32%. هاي مين من الشكل طلعها. زين، فاذا هسه نجي نطلع نريد نشوف النمبر اوف تريبس. ايش قد عندي نمبر اوف تريبس للميديوم الكلية للفئة ميديوم؟ هاي شوفوها، احنا طلعنا هجكيد للفئة ميديوم 232 تريبس. 232 تريبس اضربها في كل نسبة لكل تريب بيربس راح يطلع لي نمبر اوف تريبس لهذا البيربس. يعني 232 تريبس في 17% اللي هي تمثل لي هوم بيسد وورك، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 40 تريبس ل فور بيربس، فور تريب فور وورك بيربس. هاي اللي هي home based work. نفس الحال بالنسبة لل home based other أيضا راح نضرب في 51%، راح يطلع لي number of trips 51%. أيضا نفس الحال بالنسبة لل non home based work، راح يطلع لي لل medium income إيش قد تصنيف number of trips حسب الغرض. نفس الحسابات أني أقدر أحسبها لباقي الفئات اللي هي low والhigh. The final result طبعا هنا يعني ديترك لكم حتى انتم توجدون النتائج، ومنطيكم النتائج انتم ايضا حاولوا تحلوه بيديكم وتشوفون القيم اللي راح تطلع عندكم هل هي مشابهة لهاي القيم الموجودة هنا. مشابهة اذا هي اوكي صحيحة، غير مشابهة اذا هي بيها خطأ. ان شاء الله يكون السؤال واضح.